عواصف ترابية وغبار ما يسبب حوادث الطرق، وهو ما يحدث هنا على الطريق الدولي السريع تحديداً في منطقة القطيعة بين الناصرية والسماوة، حتى صار كابوس للسائقين والمارة في الطرق الجنوبية. هنا سواق على الخط على الدولي، فإحنا هنا يعني مظلومين في التراب، دائماً يأذينا ويصير حوادث على الطريق هنا، وإحنا رادين من الدولة أن ندعم مشروع هذا مارة التصحر، يمنع المصدات الترابية والهواء العالي، لأن هواية صارت حوادث وناس راح بيض ضحايا هواية بسبب الإهمال، بسبب الدولة يعني ما مباشرة بهذا الموضوع ولا منطقة أهمية. فإحنا رايدين يعني هذا الأشجار يكون يساعدونهم ويسوونها من بغداد الناصرية، لأن تراب صارت للمنطقة وللمحافظة. وتنفيذا لقرارات الأمر الديواني 73، فقد شرعت وزارة الزراعة بشكل تشجير أكثر من 2000 شجرة مقاومة للظروف الصحراوية، وعلى الطريق الدولي السريع بمسافة 2 كيلومتر كتجربة أولى للحد من التغيرات المناخية وتقلبات الطقس التي تواجهها المنطقة. ينفذ تجربة الووتر بوكس، طبعا تقنية جديدة هذه دخلت العراق لأول مرة. هذه التقنية تنفذ لمسافة 2 كيلو بواقع 2000 شتلة من النباتات المتحملة على طريق المرور الدولي ناصرية سماوة. الآن هناك محاولة لزراعة النباتات في ظروف نجحت في دول الخليج، الإمارات تحديدا والسعودية، وهي تجربة هولندية تسمى الووتر بوكس، تعتمد على زراعة نباتات في صناديق خاصة، وهذه الصناديق ممكن تعتمد على عملية حصاد المياه لمدة 6 أشهر. الآن جربناها الطريقة. ولأول مرة في العراق تزرع الأشجار بطرق ري حديثة معمول بها في دول الخليج، وهي طريقة الووتر بوكس للحفاظ على المياه بسق الشجرة أكثر مدة ممكنة لمقاومة التقلبات الجوية. من ذي قار سعد الركابي، قناة الفلوجة.